لأولاد التلفزة. هذه مسألة مهمة برشا. للي يخدموا في التلفزة. إضافات لا تلي أولاد التلفزة. أولاد التلفزة. أولاد التلفزة شو كلهم. والدار ديما محلولة راي هي ما نعرفوش على روحنا وقتاش نرجعوا. مرحبا بك كمال، يعطيك الصحة ونشكرك على الاستضافة هذه وبارك الله فيك. مش قادم روحي للجمهور، أنا عهدي القادري الورتاني 28 سنة رياضي بدرجة أولى، معناها بديت مسيرتي الرياضية سنة 99 مع براعم الملعب التونسي، ثم درجت على كامل أصناف الشبان، لعبت في عديد جمعيات الرياضية كما مستقبل المرسى والأولمبي للنقل وشبيبة المطوية، برشا معناها جمعيات رياضية يعني لعبت فيها، ثم معناها تغرمت أكثر بالمسكولاسيون وبكامل الأجسام وقاعات الرياضة ووليت انترونور دو سبور، نخدم معناها في سال دو سبور، شاركت معنا في عديد الدورات الرياضية متاع كمال أجسام وخديت برشا ميداليات، دونك من المنطلق هذايا زادا أنا مغروم بالتمثيل وبالمسرح بصفة عامة، خدمت برشا أدوار كيما جسدت دور جلادياتور في عديد الأفلام الأجنبية، وزادا خدمت زادا كيف جسدت دور جلادياتور مع رؤوف كوكا ديرني رموت عديت ببيسيتي في الحوار التونسي، كانت معناها تجربة طيبة مع مخرج كبير كيما رؤوف كوكا، إن شاء الله معناها. ومن بعد جيت معناها نسيتي العزيزة، خدمت بيتيت رول في نسيتي العزيزة، ثم خدمت معناها في مسلسل روبيك اللي هو مسلسل ليبي مع مخرج كبير برشا، يعني تصور في تونس وشاركوا فيه برشا ممثلين كبار، عايش عطية زادة في تونس زادة صورت فيه وبرشا ممثلين كبار من كامل أنحاء العالم العربي، وعمل نسبة مشاهدة كبيرة برشا المسلسل هذا. فهمت وي يعني وصل تاتو تا الو غرفة العمليات مسكر واحد سكر اثنين ودي الحالة مش عادية خلاص البومة تاو داخل القفص حاول جا انا قبل ما نصور نسيتي العزيزة تفرجت فيها برشا مرات، عودتها من الواحد حتى تكشي للسبع، ولو معناها نعود نصر نقول انه هو معناها دور صغير، ولكن انا كنت بروفيسيونيل وعاودت تفرجت فيه نسيتي العزيزة من الحلقة الاولى حتى من السيزون الاولانية حتى السيزون السيس، معناها باش نشوف لي رياكسيون تاع الممثلين كيفاش يتصرفوا كيفاش يحكيوا كيفاش دخلت نشوف الكواليس تاع نسيتي العزيزة كيفاش، يعني باش نكون معناها الحضور نتاعي معناها باش نعرف كيفاش نتصرف معناها مع الممثلين وكذلك مخرج كبير برشا خدمت معاه اللي هو سي صلاح الدين السيد، معناها حاجه معناها تشرفني برشا. هل نسيتي العزيزه كنت حاب تعكنتي باش تمثل فيه ولا؟ والله نسيتي العزيزه بون حلم اي ممثل يظهر لي باش يمثل مع ممثلين كبار كيما اللي سميتهم قبيله، سيدة منين نور الدين كيما كوثر الباردي سي خالد بوزيد سي كمال تويت، ممثلين من احسن الممثلين في تونس، معناها كيما نقولوا احنا النخبه نتاع الممثلين في تونس، فهمت؟ دونك اي واحد نتصوره انا مش حتى في بدايته حتى معناها ديجا احنا سيتي العزيزه نتصورها معناها ناجحه سنه زاد مثلوا فيها برشا ممثلين كبار، نور شيبه زاد كان حاضر، سي مدام جوده ناجح زاد برشا، رؤوف بن عمر زاد كان حاضر، يعني ثله من احسن الممثلين في تونس، يعني سي نورمال اي انسان باش يحب يكون متواجد معاهم، فهمتني؟ ولو خيروني معناها باش نصور في مسلسل اخر ونسيتي العزيزه نختار بيان سور نختار سيتي العزيزه، خاطر تجربه مع ممثلين كبار تشرف اي اكتر في بدايته. مسعيد اللي قلبه حزين اسمين خويت مش مالك
لا ما نحبش. بدينار برك. ما قلنا ليه؟ وبصفتك انت هكا حبايب نعمل لك شو؟ حبايب؟ وانت منين تعرفني خوي؟ برا عايش خوي قصد ربي ما نحبش مشموع. قسم على ربنا. بينا ملا جولية بالفيسة من خيطه هو دلوه مسال عن بيز قوة عنده رمانات كان يابت عليه الدن. لا بأس إذن نمر إلى الخطة الاحتياطية. هاسمع بيبيش مش قولك كان نهبت لهنا هجوم معاكس ونجيب وسكتيرة. لا معاكس من سكتيرة بيت مش عندك بدنيل ون فاشل سلاح المرأة قول وفتها وفتها طمو نبزك تيونو الماء يا خوي دقيقة باك هوقع عجبت. أيها الفارس الموال دورك طب. دوري أي ولا تعرفوش فيه يا جماعة اسمع ما دمكم انتم هوني عاس عليهم نخليه شهر نمشي أنا القلقال نجيب الدور ونجيب ايه بس أنا أقل وقلقالك ندعنا يا ولدي أصدم ما تخافش صبر تأخذني هذه أنا موجود ما تخافش ارغب هاو دورك ترقل يا ماك معامل علي سمعوا كلمتين بكيف الضافة ما نعرفني طيب شعلا روح سألي وارفع صمات سألي وارفع صمات ما سألا الرجل قالك ما عندي شوي ندور الريح يا المنزي ما فيها شيء كاتم روح قلني ما منزي ارحم بيك ابدا لحياتي وخيتي ايش فيه لي برنزي يوه ربي معايا شو ما تقدر يشبك خوف في الدرجة تو أمك معلّة عليك وتيلا هنا تزود أنا كنا معك ما أقصد يا ربي قدر الخير إن شاء الله. أسمع يا سجمك مش نقلك إنك كلمتين خفيف الضف بي فضل سيد. يعني المشهد متاعي معناها كان يزم يكون أجريسيف فهمت بحكم يعني الكتيبة فهمت دونك قريت انا مليح الكتيبه واعطوني برشا نصايح كيما يسرى القاسبي بنت السيده منى نور الدين هي اعطتني برشا نصايح كيفاش باش نعمل رياكسيون وقتاش نعيط وقتاش نتكلم فهمت دونك زاد عاوني زاد الاستاذ خالد بوزيد اللي يعطيه الصحه عاوني بالكدا معناها خليني مرتاح لازم خلي صور معناها كيما على راحتك معناها فهمت كما قلت لك انا حضرته مليح وسي بون معناها سامارش تعدى ديجا نصور وقت التصوير فرحوا بيا معناها الممثلين فرحوا بيا برشا فهمت حتى المخرج سلاح الدين السيد يعني كي نشوف علامات يعني على وجوه الممثلين الكبار كيما كيكا نعرف اللي سامارش معناها تعدى التصوير في ظروف طيبه فهمت كيفاش الدراما تكون سيف التلفزه كيفاش شنو؟ الدراما والتلفزيون كيفاش الراد دراما التونسية؟ والله بون توا هو المحالة كثروا برشا يعني مسلسلات والحصص فهمت ولكن أنا نتصورها معناها ماشية في ثنية باهية بحكم خاطر تنوعت توا فهمتني القنوات وليت معناها برشا مخرجين صاعدين جدد فهمت ان شاء الله زيد يرجعوا حتى المخرجين القدام معناها مخرجين كبار وفهمت ان شاء الله يرجعوا معناها للساحه ويساندوا معناها حتى الجيل الصاعد هذا يعلموه معناها ويربوه على قواعد صحيحه معناها فهمت شيء مسلسلات تبعتهم في رمضان والله مسلسلات اللي تبعتهم رمضان هذا بيان سور نبداو بسيتي العزيزه تبعت شويه دنيا اخرى خاطر تصور في حومتي هو بليتو بحذينا معناها بجنب دارنا دنيا اخرى شويه ولاد مفيده زيد تفرجت فيه ولاد مفيده يعطيهم الصحه معناها خدمه مزيانه برشا سامي الفهري كالعاده برسك كهو معناها هذا هما الاعمال تفرجت زيد شويه في المناره وتفرجت في الدوامه هذا معناها الاعمال السنه اللي كانوا متواجدين يعني بقوه في رمضان نتاع السنه شكون نبدا شكون فلاب المسلسلات توب بيان سور ولاد مفيدة توب خاطر معناها كاليتي ديماج قوية برشا ممثلين معناها ممتازين الكل مخرج كبير سيمي الفير يعرف يتعامل مع الأحداث أنا ولاد مفيدة تسمى معناها أحسن عمل سنة في رمضان اللي تعدى فهمتني فلوب
فما أعمال معناها رديئة نوعا ما، مي مع احترامي معناها للكامل الممثلين ما نجمش نقول شكون معناها الأعمال السيئة معناها السنة، فهمت؟ عندهم ناس تقيمهم أكثر مني أنا خير، فهمت؟ مي أنا عجبني ولاد مفيدة، ولاد مفيدة سي بون، ونسيتي العزيزة بيان سور عجبني برشا، مش خاطر أنا صورت ولا مثلت فيه، ولكن بحكم معناها ليماج والديكور معناها في سيدي بوسعيد وممثلين كبار و وبالرغم فما برشا انتقادات هو لما حاله، ولكن ديما يقعد معناها خاطر سيزون سيت ويقول لك يعني زادوا فيه برشا، ولكن ديما تقعد معناها ممثلين كبار ويعطيهم الصحة يعني في العمل بروفيسيونيل برشا، حتى معناها الكفني معناها واحد كي باش يقيمه، حتى الأغاني كي يسمع الأغاني في الـ في الـ في السيت كوم الموجودة من التراث التونسي ومعناها واللبسة التقليدية وبرشا حاجات يعني تجلب المشاهد وتنجم تكون معناها حاجة باهية للسياحة التونسية. أولاد التلفزة يعطيكم الصحة، معناها إن شاء الله التلفزة ترتقي يعني للخدمة الممتازة اللي تجلب المتفرج واللي يحبوها الناس. احنا أولاد التلفزة وإن شاء الله يعني في المستقبل ننوروها بينصور في أعمال أخرى جديدة إن شاء الله، بينتو تشوفوني في أعمال جديدة إن شاء الله. الأولاد التلفزة هذه مسألة مهمة برشا. اللي يخدموا في التلفزة. الزوافات لا تلي أولاد التلفزة. أولاد التلفزة. أولاد التلفزة شو كلهم. والدار ديما محلولة رأي هي ما نعرفوش على روحنا وقتش نرجعوا.